صنعاء تكشف حوالات منسية فضيحة جديدة لشركة الصرافة في اليمن، تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أثارت واقعة الآلاف من الحوالات الغير مستلمة في اليمن جدلاً واسع النطاق عقب تسريب كشوفات شبكة حوالات محلية بلغ مقدار الحوالات الغير مستلمة مليار ريال، وكشفت سجلات تم نشرها لإحدى وكالات الصرافة المحلية عقب خلاف بين العاملين فيها أن الشبكة تخلفت عن تسليم مليار ريال يمني في خزائنها لعامين فقط. وأثرت الواقعة وسلطت الضوء على فضيحة مالية كبيرة تعاظمت مع انقسام البنك المركزي اليمني لف العين وعدم قدرة كل فرع على ضبط ما تحت يده من محلات صرافة. يحتج كل طرف بأن المعاملات المالية بهذا الخصوص في مناطق سيطرة أطراف أخرى. وتصاعدت قضية الحوالات المالية مؤخراً والغير مستلمة وسط دعوات للكشف عن مصير هذه الحوالات التي لم تسلم لأصحابها. وترفض محلات الصرافة في اليمن حتى اليوم الكشف عن مصير الحوالات الغير مستلمة، الأمر الذي يعد مصدر مالياً غير مشروع عندها وسط غياب أي رقابة أو محاسبة. صباح الخير، كما عدتكم في تواصل أخرى القضية مع جهاز أمن المخابرات صنعاء. قبل سنة تقريبا، تحديدا في نوفمبر 2021، جاءنا طلب من جمعية الصرافي لعمل تحليل ودراسة للنظام المتعامل به أغلب شبكات الحوالات وشركات الصرافة المنتشرة في اليمن، كوننا نمتلك الكثير من الخبرة في هذا المجال. وتم الاتفاق على بنود العقد وعلى المبلغ، وقمنا بدراسة التحليل النظام، وأعطيناهم تقرير شامل بأماكن الضعف الأمني وأيضا التوصيات والحلول والاقتراحات، وكل شيء تم على أكمل وجه. وبعدها بدأنا نقدم عدة خدمات لعدة شبكات وبنوك في الأمن السبراني، وكان هناك عقود استشارات أمنية لعدة جهات. المهم، بداية شهر ديسمبر من 2022 رفضت العمل القيام بتحليل دراسة أحد الأنظمة الخارجية وتقديم الثغرات الأمنية لجهاز أمن المخابرات صنعاء. من هنا بدأت القصة. دخلوا بيتي ونهبوا ما فيه من أجهزة ولابتوبات، لاحقوني في كل مكان، ضروا أهلي وضايقوا جيراني، اقتحموا بيت أبني يعني راحوا لا تعز. بعدها بعشرة أيام تقريبا في نهاية السنة راحوا لا تعز، وهو بعيد كل البعد يعني عمي، فقط أنه زوجتي وأولادي كانوا هناك من قبلها بشهرين، قبل الحادثة هذه بشهرين. أخذوا سيارة عمي وسيارتي، ولما حبسوهم حبسوا عمي اثنين من سابي وأخذوا جوالاتهم، منهم بهدلوا الدنيا بهدلة. قام البنك المركزي بإدخال اسمي في القائمة السوداء لدى شبكة الصرافة، يمنعوني من سحب أرصدتي ببعض الشركات. سيارتي أخذوها قيمتها أكثر يعني قيمتها 20,000 دولار، وما زالوا لليوم يبحثوا عن أي حاجة ينهبوه. كنت تكلمت عن هذا الموضوع بمنشر سابق وأعطيتهم مهلة لعل وعسى يتراجعوا ويجربوا لأي حل، لكن ما فيش فائدة. زادوا حبسوا علي، الآن علي البشمهندس علي البجيل محبوس عندهم له يومين غير مضايقات اللي حصلها خلال الفترة الماضية، بس لأنه كان معه رجال ووقفوا معه ولا كانوا حبسوه من أول يوم. عموما أعطيتهم مهلة قبل ما أعمل أي شيء أو أرد على ما قاموا به. هذا بعد ما خرجت من اليمن طبعا، ولا لو كانوا يسكنون عدنا عندهم كانت انتهت القصة، لكن الحمد لله خرجت. لما شافوا أنه ما قدروا يمسكون قلت بعطيهم مهلة لعل وعسى نوصل الحل، وما فيش داعي لطرف المشاكل. المهم خلصت المهلة ولا عاملين أي اعتبار، واليوم بنظرهم ونخسرهم ملايين.
كانوا نهبوها على ناس ونحاول نرجعها لأصحابها. موضوع الحوالات المعمرة والغير مستلمة لدى شبكات الصرامة وشبكات الحوالات، في قرار من البنك المركزي لشبكات الحوالات بعدم صرف أي حوالات أخرت أكثر من شهر ولم يستلمها أهلها، يعني أصحابها من يستلمها، وإيداعها في البنك في حساب مخصص لهذه الحوالات، بمعنى يأخذوها هم. هذا تعميم من البنك بكامل اللي يقول له. المطابقة اليومية الرصيد الحوالات غير المسلمة لفترة شهرين مع رصيد الحساب البنكي المخصص لها، والتوريد إلى الحساب البنكي بقيمة أي نقص إن وجد في رصيد الحساب البنكي عن الرصيد الدفتري للحوالات غير المسلمة لفترة شهرين وبنفس عملة الحوالات في أول يوم دوام من كل أسبوع. كانت طبعا شهرين، هذا في عام 2020، أما الآن قد شهر. أنتم عارفين إيش معنى الكلام هذا، يعني أحتاجوا لمبالغ أكبر أنهم يأخذوها، بمعنى أنه إذا تأخرت حوالتك أكثر من شهر وما استلمتهاش بتروح تستلمها، بيقول يعني أي صراف بيقول لك الصراف رقم الحوالة غلط، الحوالة هذه مش موجودة ما تظهرش في النظام، يعني خلاص ما عاد تظهرش في النظام. أنت تظن أنك نسيت رقم الحوالة وفعلا رقم الحوالة غلط، إذا كان المبلغ بسيط بتركه مش حق السيرة والرجعة. هذا المبالغ قد يظنها البعض بسيطة، لكن في الواقع هي مليارات مليارات وليس ملايين، مليارات، يعني قد توصل في شبكة واحدة إلى أكثر من 2 مليار ريال يمني، وأكثر من 20 مليون سعودي، وأكثر من 4 مليون دولار. هذا شبكة واحدة، فما بالكم أكثر من 22 شبكة في الشمال. طبعا إذا كنت متأكد من رقم الحوالة أو المبلغ كبير، يقولوا لك ما تقدر تستلمه إلا من فرع من فروع الشبكة نفسها. تروح للفرع تكلم أول موظف تعطيها رقم الحوالة يبحث عليها، نفس الشيء يقول لك غير موجودة. إذا أصريت يقول لك قبل كم كانت، في تاريخ كم، تقول له أنت قبل شهر، قبل شهرين، قبل سنة، هنا يروح يبحث عنها ويكتب التاريخ، يحدد عن الفترة الطويلة وبعد طلع. إذا المبلغ بسيط بيصرفه لك، أما إذا المبلغ كبير يقول لك تواصل مع الإدارة، تعال بكرة، تعال، المهم ما بيسلموا لك المبلغ إلا وقد طلعت روحك. وطبعا إذا أنت ناسي رقم الحوالة خلاص انسى، لأنه لا يمكن أنه يبحثوا عن الحوالة باسمك فقط، ضروري ما تديلهم رقم الحوالة إلا يقول لك ما فيش. المهم كل هذا التعقيد أوامر من فوق لنهب أموال الناس. وطبعا البنك المركزي بيطلب من كل الشبكات وشركات الصرافة كشف بجميع الحوالات نهاية كل يوم، سواء الحوالات القبض أو الصرف، يعني الحوالات اللي قبضها الصراف أو شركة الصرافة أو اللي صرفها. لذلك عندهم بيانات جميع الحوالات وإيش الحوالة اللي تم صرفها واللي لم يتم صرفها. فاليوم بجيب لكم هذا البيانات، رابط كل واحد يبحث عن الحوالات حقه اللي ما بيستلمها، بتظهر حوالات لأيام الحوالات، يبحث باسمه أو برقم تلفونه أو حتى عن الاسم الأول اللقب، بتظهر الحوالات كلهم، يروح شارعهم يستلم حقه. المبالغ خيالية، وأكيد الكثير بيبحث وبيحصل حوالات مستلمها حتى لو كانت 1000 ريال يمني، لا تتركوها لهم، هم غصبا عنهم يسلموها لكم عقد لها 10 سنوات. هذه حقوق ناس لا تسقط بالتقادم، والمفترض أنه يكون في إدارة لمتابعة أصحاب الحوالات. يتصلوا صاحب الحوالة يقولوا لي معك حوالة من قبل شهر، من قبل شهرين، ليش ما جيت مستلمها؟ استلمها، إيش حصل معك؟ خير؟ مش إدارة في البنك المركزي أو حساب في البنك المركزي لسحب هذه الحوالات نهبها. طالما الشخص معه بطاقة شخصية والحوالة باسمه ويعرف بيانات حوالته، أين المشكلة إنه يعرف حوالاته؟ يعني ما فيش أي مشكلة، كل واحد ما بيقدرش يستلم حوالة الثاني، ما تسلم حوالات إلا بطاقة شخصية وبتوبيع وكل حاجة موثقة، يعني ما حد بيستلم حوالة الثاني. فأين المشكلة لو سلمتوها له حتى لو لها سنة؟ أو على الأقل افتحوا خاصية بحث حوالات بالاسم، من حق أي شخص إنه يروح لأي شركة صرافة يقول له هات لي حوالات باسمي، كل حوالات طلع حالي فيكش، سواء الذي استلمتها أو ما استلمتهاش، هذا حق من حقوقه.
ليش التأييد هذا إلا ضروري لقام الحوالة، وإذا ضع عليه خلاص ضاعت فلوسي. هذا الخبر ما جبته من راسل كل يعرف هذا الموضوع، وأنتم تبحثوا عن الحوالات وبتعرفوا كم يا حوالات ما استلمتوها. المهم بترك للكل رابط في حوالات شبكة الكبار الامتياز اكسبريس، روحوا استلموا حوالاتكم، عندها أكثر من 2 مليار ريال يمني وأكثر من 20 مليون سعودي. هذا حوالات المتأخرة اللي لدي الناس ما استلموهاش، أكثر من 150 ألف حوالة. هذا طبعا شبكة واحدة بنبدأ بها، والباقي بعدها في الطريق بندفعهم كلهم واحدة واحدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.